فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الذبح لغير الله هو ما كان على وجه التعظيم والتقرب إلى من يعظمه. نعم. فهل يكون هناك ذبح ليس على وجه التقرب والتعظيم؟ الذبح للأكل يا أخي. هنا ذبح للأكل، جاء فلان من كذا وذبحت له عشاء وله ضيافة، هذا مباح. نعم.